تقدرش للأسف هذا ما عليك إلا أنت العمل كمديرية صناعة تقرب مع المواطنين وتلقاول أسمح لي اسمح لي تلقاولهم حلول وتسهيلات والدفع بالتقسيط وهالمواطن يكون يسهل. ما تقعدوش أنا وصلنا المواطن وما دارش. كل مواطن عنده ظروفه، الظروف اللي فات علينا كوفيد، كاين الناس اللي ما عندهاش، بصح كي يلقى المواطن تسهيلات منكم انتم كاداريين تخرجوا للميدان وتطبطب عنده واش تسحق واش عندك مشكل وكيفاش نقدر نساعدك كيفاش نقدر نعاونك، هذا راح المواطن يمشي معاك وراح يدخل الغاز. ما تقدرش الاستثمار الكبير راه الدار رانا لحقنا الغاز راه عند المواطن، المواطن يشوف الغاز ما يستفادش منه، والغلطه نتاعنا احنا اللي لازم نروحوا للمواطن، احنا اللي نروحوا نهضروا معاه، احنا اللي نسهلوا له الامور، احنا اللي ندركوا الاخطاء والامور اللي كاينه. باه المواطن غدوه يقول لك وي غدوه انا راه يسلك مليون باه يدخل اخويا ندير له يسلك 100,000 على 10 اشهر على 12 شهر على 12 شهر يكون مخلص كلش. كل وقت تركيبه داخليه. اون تروف اون سوليسيون اون تروف اون سوليسيون، بصح ما نخليوش هذا العدد الهائل الكبير من المواطنين الغاز عند دارهم واش يستفاد منه الواش. انا خاسر في الاستثمار اللي درته. فو كون تروف دي سوليسيون مع كنا في السونتر فورماسيون بروفيسيونيل، يا بوكو دو بلومبيي كاليفيي، يفو كون نساعدوهم نمشيو معاهم، سيلفو معاهم تاع اون فار اون سيفونسيون من لا ولاية، انا نمد سيفونسيون نعاون المواطن باه يدخل الغاز. اي ان مونتاج، بصح ما نقعدوش كيما هكا المواطن لحقتلو ما دخلش، سي نوتر فوت.